في قلب مدينة نابلس القديمة يقع أكبر سوق مسقوف فيها يدعى خان التجار أو سوق القماش، وقد بني في زمن الحكم العثماني قبل نحو 600 عام، ولا يزال قائماً يعج بالحياة والمشترين والباعة. مراسلنا فراس لطفي تجول في هذا السوق وأعد لنا التقرير التالي. مدينة نابلس أو شكيم الكنعانية، 5600 عام طوتها هذه المدينة كطي السجل للكتب. مدينة تعاقب على أرضها حكام وعصور، مما جعلها واحدة من أقدم مدن العالم التي لا تزال تنبض بالحياة وتنبئ عما كانت وعمن سكنها ويسكنها اليوم. تفاصيل متشعبة، أركان وأعمدة وأقواس، مبان وزوايا وأناس، كل ذلك شارك في كتابة نص رواية هذه المدينة، قلب نابلس وأسواقها القديمة. قصة أياد تدافعت جيلا بعد جيل للحفاظ على ما ورثوه من الأجداد وحملوه أمانة للأجيال اللاحقة. يبدأ النبض بقلب نابلس القديمة من هنا، من خان التجار، ومنه تضخ الحياة لباقي الأسواق، وإليه تتدافع الأقدام وتتزاحم أكتاف الراغبين في شراء ما يحتاجونه من ملابس وأحذية وأشياء أخرى، وهم يستنشقون عبق التاريخ ويتأملون سحر العمارة الفريدة. في عام 1569 بالتقويم الميلادي أسس هذا الخان وأوقف على يد الوزير العثماني مصطفى لالا باشا. أراد آنذاك أن يكون توأماً لسوق الحميدية في العاصمة السورية دمشق، حاله كحال عشرات الخانات التي روت تاريخ مدن الشرق وازدهار التجارة فيها، وكيف كانت محطة لتجار الأقمشة في حلهم وترحالهم. هنا بدأت حكاية زراعة القطن النابلسي ونسجه وبيعه في 40 محلاً تجارياً، يفصل كل 20 منها عن مثلها في الجهة المقابلة في هذا الممر الضيق نسبياً، 2.5 متر فقط، تجسيداً لقيمة الإنصاف وتساوي الفرص في البيع والشراء. فلا تضيع على المتسوق أي بضاعة على طرفي محل الخان إلا ويقع عليها ناظره، وكذلك الحال بالنسبة للتجار. تقسيم البلدة القديمة وبنائها العشوائي المنظم بما يخدم حاجات سكانها خلق نوعا من التقسيم الوظيفي في المناطق داخل البلدة القديمة، تحديدا المناطق العامة التي شملت السوق والمناطق الخاصة التي شملت المباني السكنية. الحديث عن سوق القماش، وهذه هي التسمية الصحيحة له، جاءت من قبل مصطفى لالا باشا في نهاية القرن 18 الميلادي، واسمه يحكي قصته. نابلس كانت مركزا لصناعة النسيج، كونها منطقة غنية بزراعة القطن في تلك الفترة. قد يستغرب البعض أن القطن يحتاج إلى كمية ماء كبيرة، فنابلس كان بها 4 ينابيع، وحسب الرحالة القدماء كان بها نهر جار، فبالتالي يعني الحاجة إلى تسويق المنسوجات النابلسية في أسواق نابلس أوجبت أن يبنى سوقا خاصا سمي سوق القماش ويحمل اسم سوق خان التجار، لأن أيضا بني في وسطه خان أو فندق لإقامة التجار اللي كانوا يجوا لمدينة نابلس. كان من زمن الأيام الأتراك هذا خان زي القناطر اللي موجودة في كل الدول زي سوريا وتركيا وغيره، وكان له يعني أثر تاريخي مميز سواء على المستوى التجاري أو المستوى القيمة الأثري التاريخي لنابلس ضمن البلد القديمة.
هنا التاريخ ورصانته يتماثلان مع الحاضر وصخبه. هنا تسير التجارة في عروق جذور الماضي لتضخ حياة جديدة. تبدل شكل التجارة وأصناف البضائع، وظل الخان على الفطرة التي صنعت منه مصدر نبض لحياة مدينة تشاركت مع مثيلاتها في دول عربية محيطة في الشكل والمضمون. بعد 100 عام على إنشاء هذا الخان، رمم خان التجار وأعيد إليه ألقه، لكن أقصى ضربة تعرض لها كان خلال زلزال عام 27 من القرن الماضي، عندما ضرب نابلس زلزال أطاح بمعظم مبانيها وأسواقها القديمة. ورغم كل ذلك كمن سر صمود هذا الخان في طريقة بنائه، إنها طريقة الأقواس المتعامدة والقباب البرميلية المتراصة التي جعلت منه راسخا صلبا في وجه عوامل الطبيعة وآلات الحرب. أنت لما تدخل على مدينة دمشق تشعر حالك كأنك في مدينة نابلس. أنا أحد الأشخاص اللي زرت دمشق مرتين، والله أكرمنا أن زرناها مرتين. فلما دخلت الشام شعرت حالي أني أنا في نابلس، مش موجود حاليا في دمشق. حتى وإن حاولت التسابق مع عقارب الساعة العثمانية القديمة هذه، فإن نهارا واحدا لا يكفيك لعيش التجربة العميقة في بلورة سحر نابلس القديمة. إنها جذور التاريخ الممتدة عميقا في ثنايا هذه الأرض وتفاصيل من مروا بها وعليها. صحيح أن هذا السوق خصص بالأساس لبيع الأقمشة ومنتجاتها، لكن حرفا أخرى ولدت هنا واحتضنها السوق، كمن يجاري تقلبات الحياة وإيقاع تغيرها السريع بهدوء حكيم عاصر تجارب الحياة. أنا انخلقت بالعطارة، أبوي الله يرحمه وسيدي وسيد سيدي هم محل العبو للعطارة أو مسكو عنبر، أقدم محلات العطارة في فلسطين. يعني أنا أخذت المهنة من والدي الله يرحمه، والدي أخذه من سيدي الله يرحمه، وسيدي أخذه من سيد أبوي الله يرحمه. عام 87 وقبيل اندلاع الانتفاضة الأولى رمم الخان مرة أخرى، فتم تبديل بلاط ممره ومداخل محله، لكن ما مرت به هذه المدينة من ظروف سياسية وأمنية صعبة جعلت من النهوض به قرارا مؤجلا، لكنه على جدول أعمال البلدية التي تعتبره أحد أهم عوامل تنشيط السياحة في المدينة. نعتبره مركز تجاري ومركز سياحي كمان من الدرجة الأولى، كل اللي إخواننا سواء بال 48 اللي بيجوا من الداخل أو الناس اللي من منطقة الشمال في الضفة الغربية بيكونوا يعني هذا مزار إلهم دائما وتسوق إلهم وممتع. كل شيء في هذا الخان قابل للبيع والشراء إلا التاريخ، فهو ليس هذا الذي يتكون من مجموعة حجارة صفت لتؤسس السوق ومحله التجارية، بل تلك الهوية التي شكلت الوعي والشعور بالموطن والوطن، وهو نفسه الذي وصل هذه الأجيال التي لم تعاصر أو تشارك في بنائه، بل حملته في وجدانها وحافظت عليه حتى أصبح محطة لكل زائر خارج إطار سجال البائع والمشتري على السعر الأفضل. في راسلوت في سكاي نيوز عربية، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. شاي يا طيب.